بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل خاصة متعلقة باستعدادات الأهلي للفترة القادمة. بالأمس كان استئناف التدريبات، المنتخب غدا بإذن الله عنده مباراة مهمة جدا في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية مع المنتخب الكيني، مباراة مهمة لأنها هي المباراة الفاصلة في التأهل يعني المراحل النهائية وبطولة كأس الأمم الإفريقية قبل الجولة الأخيرة اللي هتتلعب في مصر إن شاء الله يوم الاثنين القادم مع جزر القمح. فبالتالي حلقة فيها تفاصيل متعلقة بتدريبات الأهلي والاستعداد للمريخ السوداني في ظل نقص عددي كبير جدا، وأيضا تفاصيل عن منتخبنا الوطني بالنسبة للمرحلة القادمة وتفاصيل وكواليس ومعلومات مهمة جدا هنركز عليها النهاردة في حلقة الترند. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم طبعا ليه علاقة بمباراة الغد، مباراة كينيا ومصر. كل واحد يدخل يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وجاوبوا على هذا السؤال: توقعاتكم لنتيجة مباراة كينيا ومصر، ومين ممكن يسجل الأهداف؟ نتمنى يا رب يكون في حصيلة من الأهداف لمنتخبنا الوطني عشان يحسم الصراع مبكرا على صدارة المجموعة والتأهل لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون مطلع العام القادم. لكن نروح لحلقة النهاردة وعناوين حلقة النهاردة، وعناوين مهمة، ثلاثة عناوين في حلقة الترند. في ترند الأهلي: الفريق يواصل الاستعداد لمواجهة المريخ. وفي الترند المحلي: تغيير حكم مباراة كينيا ومصر. وفي الترند العالمي: باريس سان جيرمان يرغب في ضم محمد صلاح. ببقى مبسوط كل يوم لما بيكون معايا خبر، خاصة في الأخبار العالمية، عن النجم المصري محمد صلاح. بالأمس رئيس برشلونة الأسبق بيتكلم عن إمكانية ضم صلاح، النهاردة خبر عن باريس سان جيرمان بيرغب في ضم محمد صلاح الفترة الجاية. شيء رائع وشيء مميز لما بيكون عندك نجم كبير، نجم عالمي، اسمه بيتردد في كل الأوساط القروية العالمية مع نجوم كبار أيضا زي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. لكن بإذن الله محمد صلاح بعد نهاية الموسم هنشوف الفترة الجاية في ظل هذه الأخبار هيبقى في ليفربول ولا ممكن يروح باريس سان جيرمان، ولا هتكون خطوته القادمة في الدوري الأسباني. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل ترند الترند، ونركز في الفقرة اللي جاية لأن عندنا فيها كلام مهم جدا جدا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. طبعا ترند الترند من امبارح للنهاردة والكلام على السوشيال ميديا لا حديث يعلو على استعداد المنتخب لمباراة كينيا. لكن للأسف خلال الساعات الأخيرة إصابة أيمن أشرف كان حديث الجميع وكان تساؤلات لكل المهتمين بهذا الأمر في كل وسائل الإعلام. قناة الأهلي أو الإعلام الرسمي للنادي الأهلي لما بيتكلم للصالح العام، لصالح المنتخب ولصالح النادي الأهلي. والنادي الأهلي دائما وأبدا هو أكبر داعم للمنتخب الوطني، مش النهاردة، لا ده على مدار التاريخ وعبر كل الأجيال. ولو استعرضنا التاريخ ممكن نقعد لغاية آخر سنة 2021 في دعم الأهلي للمنتخبات الوطنية، لأن بالمناسبة ده الدور الوطني للنادي الأهلي وللمنتخبات الوطنية أن هي تستفيد من كل الأندية ولاعيبي كل الأندية، وده شيء طبيعي. لكن بنتكلم على الجزء المهم ده فيما يتعلق بتعامل الأهلي مع المنتخبات الوطنية. البعض بقى بيحاول إيه يدخل يزايد ويقول كلام ملوش أي هدف وملوش أي معنى. لأن أنا امبارح فوجئت، وناس كتيرة امبارح اتفاجئت بموقف للأستاذ أحمد حسام، وانا بصراحه مش عارف موقفه هنا بيتكلم كمنبر اعلامي ولا بيتكلم كمتحدث رسمي باسم نادي تاني ولا مستشار اعلامي ولا مستشار فني. انا بصراحه مش عارف الموضوع بالظبط، بس قال كلام كبير قوي في فكره التعامل ما بين النادي الاهلي والمنتخب. طب ما تيجي نسمع ونشوف ايه اللي اتقال امبارح، عشان عندنا تعليق على هذا الامر، وهنتكلم كمان باطر قانونيه وموضوع لائحي في هذا الامر، وهنستعرض تفاصيل متعلقه باصابه ايمن اشرف. ده منتخب مصر، منتخب مصر أهم من أي مكان تاني في مصر. مصر أهم من أي مكان، أهم من الأهلي وأهم من الزمالك وأهم من أي نادي. كل الأندية دي معمولة علشان تكسب بطولات وعشان ترضي جماهيرها وكل حاجة، وعشان تخدم على منتخب مصر، عشان تدي لعيبة للمنتخب أو توفر لعيبة للمنتخب إن يقدر في المنافسات الدولية إن هو يرفع اسم مصر. طيب هو بيتكلم عن اسم منتخب مصر ودور الانديه والكلام ده كله. النادي الاهلي فيه 8 لاعبين موجودين في المنتخب وكل الدعم للمنتخب ان شاء الله باذن الله في مباراه كينيا عشان يعدي هذه المرحله. والنهارده حلقتنا كمان معظمها بنتكلم عن المنتخب لان ده منتخب بلدنا، منتخب مصر ده منتخب بلدنا. لكن بنتكلم عن اطار قانوني متعلق بضم لاعب مصاب.
انا زي ما قلت انا طبعا مش عارف هو استاذ احمد حسام بيتكلم بصفته ايه، منبر اعلامي، هل هو كاعلامي ولا بيتكلم بصفته متحدث رسمي ولا مستشار فني، لان كمان هذه الجزئيه انا هتكلم فيها، لان انا يعني انا مش عارف هو عضو مجلس اداره في نادي ولا مستشار اعلامي، ودي جزئيه هتكلم فيها لان هفاجئكم النهارده بحاجه كمان محدش يتكلم فيها قبل كده خالص، وليها علاقه بالمشاركات الافريقيه، ولما تبقى انت مسؤول في نادي ما ينفعش تشتغل في نادي تاني، ده جزء مهم هتكلم فيه برده عشان اللي بيتابعنا لازم يعرف لما يجي يتكلم في موقف قانوني في مشاركه لاعب لازم يبقى عارف القانون بيقول ايه واللوائح بتقول ايه، بغض النظر عن فكره هو اللاعب بيمثل مين او بيلعب مع مين. طيب المنتخب اهم من الاهلي والزمالك، ووطنيه الاهلي في هذا الامر مش هنتكلم فيها لان الناس كلها عارفاها، لكن انا عايز اتكلم على اصابه ايمن اشرف. هل اصابه ايمن اشرف جت من النهارده او جت من امبارح، ولا المعروف موضوع اصابه ايمن اشرف ده موجود منذ حوالي اكتر من 10 ايام من قبل مباراه فيتا كلوب؟ بالمناسبه يعني ايمن اشرف حتى وهو مصاب لما يروح للمنتخب طبيعي يروح المنتخب والكشف الطبي للمنتخب يعمله ويشوف اذا كان اللاعب مصاب ويستبعد ولا يكمل، لان طبعا في احد اللاعبين برده والمفروض بقى لو هو بيدعي الحياديه، احد اللاعبين قال انا مصاب وما راحش المنتخب وما تمش الكشف عليه، رغم ان بالمناسبه ده مخالف لكل قواعد استدعاء اللاعبين. يعني انت كمنتخب لما بتستدعي لعيبه واللاعب ده بيقول لك انا مصاب، الطبيعي اللعيب ده بيتم استدعائه للمنتخب وبيتم الكشف الطبي عليه داخل المنتخب عشان يتاكد من اصابته او عدم، حتى لو في تقرير طبي في ناديه، دي قواعد استدعاء اللاعبين. ما تمش مع لعيب وسافر بقى دبي بيعمل سكاي دايفنج، يعني كل واحد حر طالما الامور يعني الناس شايفاها فريندلي وديه يعني. لكن مع ايمن اشرف الموضوع مختلف. انا هستعرض معاكم اصابه ايمن اشرف الناس بتتكلم فيها بقى لها قد ايه، مش من امبارح ولا من اول امبارح. نستعرض مع بعض اصابه ايمن اشرف من خلال وسائل الاعلام والمواقع والصحف اتكلموا عليها. اول حاجه الخلفيه والاماميه والسمانه تضرب شريف وصلاح وايمن في مباراه فيتا كلوب، تمام ده بتاريخ 16 مارس. طيب الخبر اللي بعديه الاهلي يوضح حاله محمد شريف وايمن اشرف بعد اصابتهما امام فيتا كلوب، ده بتاريخ 16 مارس، احنا بنتكلم كمان على اصابه ايمن اشرف من 16 مارس. الخبر اللي بعديه اليوم السابع يوم 17 مارس تعرف على موقف مصاب الاهلي بعد موقعه فيتا كلوب، وفي صوره لايمن اشرف احد ابرز اللاعبين اللي خرج في هذه المباراه بسبب الاصابه. الخبر اللي بعديه طبيب الاهلي شريف على محمد شريف لا يعاني من اي اصابه وهذا سبب تغيير ايمن اشرف امام فيتا كلوب، ده بتاريخ 16 مارس. تمام الاهلي يحذر المنتخب من تفاقم اصابه ايمن اشرف، الزميل ايمن هريدي في المصري يوم كتب بتاريخ 23 مارس. اختبار طبي يحسم موقف ايمن اشرف من السفر لكينيا. تمام؟ طيب دي الاخبار اللي المواقع والصحف اتكلمت عليها خلال الفتره الاخيره. طيب اخر حاجه والابديت بقى بالنسبه لاصابه ايمن اشرف. مراسل احدى القنوات طبعا الزميله اللي موجوده مع منتخبنا الوطني وبتغطي معسكر المنتخب كان بالامس بيتكلم عن اخر حاجه متعلقه باصابه ايمن اشرف، وهو بيتكلم منين؟ من كينيا بعد وصول المنتخب الوطني. نسمع ونشوف ايه اللي اتقال امبارح من زميلنا المراسل خالد رزق. لو كلمنا عن شيء مهم جدا ايمن اشرف فهو يعني الحديث اليومين دول بعد ما كان في تمرين خاص لي بالامس في مطار في استاد القاهره الدولي، يمكن كان هناك شكوك على بدء ايمن اشرف من عدمه، ولكن مع حديثي مع الجهاز الفني وبالتحديد مع شادي جيلان المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني وايضا دكتور محمد ابو العلا الدكتور الخاص بمنتخب مصر سالتهم عن حاله ايمن اشرف، يعني قالوا لي تحديدا ان ايمن اشرف بعد اول مران لي كان شعر ببعض الاجهاد وكان في زكه في رجليه، كابتن حسام البدري استدعى ايمن اشرف وساله، فايمن اشرف بعد الكشف عليه طلع عنده خشونه في الركبه وبتسبب ليه بعض الالام، كابتن حسام البدري حرصا على سلامه اللاعب بالتاكيد قرر انه يكون موجود مع كابتن او دكتور محمد ابو العلا لتلقي العلاج بالتاكيد. والنهارده في المران الصباحي ايمن اشرف كان ايضا منفردا في المران، ولكن اخر خمس دقائق من المران كابتن حسام البدري جرب ايمن اشرف في المران الرئيسي مع اللاعبين في اخر خمس دقائق، ولكن خلينا اكد لك كابتن شوبير ان ايمن اشرف بنسبه كبيره جدا هيكون غير متواجد في مباراه كينيا، ولكن كابتن حسام البدري بيسعى للحفاظ على اللاعب وايضا تاهيل اللاعب عشان يقدر يستفاد بيه في مباراه جزر القمر اللي هتكون بالتاكيد بعد مباراه كينيا وبعد العوده الى مصر مره اخرى. لو الاعلام عايز يتعامل بحياديه يعرض كل اللي عرضناه، يعرض الاخبار اللي اتقالت على مدار اخر 10 ايام، ويعرض كمان الكلام الرسمي اللي اتقال امبارح من داخل معسكر المنتخب بخصوص اصابه ايمن اشرف، يعني اللاعب انضم وهو مصاب، وخلال التدريبات خلال الاربع ايام اللي فاتوا ما اتمرنش، والكشف الطبي من خلال دكتور محمد ابو العلا قال مصاب، ومع ذلك الجهاز الفني للمنتخب ضم اللاعب وسافر بيه الى كينيا.
زي ما قلت لو بتدعي الحياد كنت تتكلم على لعيب قدم تقرير طبي ان هو مصاب وما انضمش للمنتخب، ولو مصاب بيعمل برنامج تاهيل لكن هو في دبي بيعمل سكاي دايفنج. ده الحياد. عشان كده انا عايز اتكلم معاك، انا عايز اعرف انت اعلامي ولا بتتكلم بصفتك مستشار اعلامي لاحد الانديه ولا بتتكلم بصفه ايه، عشان بس اعرف اناقش معاك هذا الامر، لان الامر ده خد بالك بعيد تماما عن فكره الاهلي بيدعم المنتخب بيضم مين. لا 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 لا، احنا بنتكلم هنا عن اطار الفيفا والاتحاد الافريقي بينظم اطار العمل ما بين الانديه والمنتخبات. بالمناسبه الاهلي عنده مهمه وطنيه ايضا مع المريخ السوداني يوم 3 ابريل في السودان. علي معلول غياب لمده شهر، محمود وحيد غياب له اكتر من مده شهر او شهر ونص، فانت ما فيش بديل غير ايمن اشرف. اللاعب لما مصاب والنادي الاهلي ارسل اللاعب للمنتخب والمنتخب اجرى الكشف الطبي عليه لقاه مصاب، الطبيعي يستبعده. لان انا هفاجئك دلوقتي وافاجئ كل المشاهدين بماده قانونيه الناس كلها هتستغرب لما تسمعها وتشوفها، لان هنا احنا بنتكلم بقى عن خطا قانوني فادح. قدامكم على الشاشه دي ماده لائحيه متعلقه ببرنامج الفيفا للانديه، لائحه ملزمه فيفا كلاب بروجرام. بنتكلم عن ايه؟ ان اللاعب السليم لو تم استدعائه للمنتخب وتعرض للاصابه داخل صفوف المنتخب، الفيفا بيمنح راتبه لغايه لما يخف للنادي، والاتحاد المصري بيتحمل علاج اللاعب. طيب لو اللاعب انضم للمنتخب وهو مصاب وتفاقمت اصابته داخل صفوف المنتخب، هنا الفيفا بيقول لك لا انا غير ملزم بدفع الراتب للاعب، وبالتالي النادي هنا بقى للاسف هو اللي تبقى عنده مشكله، بيتحمل راتب لاعب في فتره اصابه وانضم للمنتخب وهو مصاب. بل بالعكس كمان، الاتحاد الاهلي هنا هل هيتحمل قيمه علاج اللاعب؟ لو عايزين نتكلم بحياد بقى، انا بتكلمك في امور موضوعيه مش بتكلم في امور شخصيه، فاحنا بنتكلم عن برنامج الفيفا في التعامل مع الانديه. لعيب زي ايمن اشرف انضم مصاب، وهو منضم مصاب لو تفاقمت اصابته ولسه في مشكله في اصابته، هنا الفيفا يقول لك لا الكيس دي او القضيه دي خارج عن اطاري. حضرتك بقى لما تطلع تتكلم عن اصابه ايمن اشرف وتقول الحياديه والوطنيه وانت تاريخك في المنتخب معروف، يعني الناس كلها عارفه تاريخك في المنتخب، قول لي هنا دلوقتي الموقف القانوني ده هنعالجه ازاي؟ ايمن اشرف لا قدر الله اصابته تفاقمت في المنتخب وهو مش هيلعب مباراه بكره، يعني فكره استدعائه لمباراه كينيا مش مفهومه، مش هيلعب مباراه بكره، كنت سيبه مع ناديه يتعالج. الاهلي عنده مباراه مهمه لا تقل عن مباراه مصر وكينيا، مباراه المريخ السوداني، عندنا اصابتين في هذا المركز، عندك لاعب كان مصاب وما استدعيتوش وحاليا هو في دبي، المعيار ايه؟ هل حضرتك لما طلعت اتكلمت كاعلامي المفروض المعيار بتاعك يبقى فيه حياديه في مناقشه موقف ايمن اشرف زي اللاعب التاني ولا لا؟ انا عايز افهم بس الجزئيه دي. انا عرضت لك ماده قانونيه اعتقد ما تسمعتش عنها ولا قريتها قبل كده. اللعيب ده دلوقتي لما ينضم للمنتخب وهو مصاب موقفه ايه بالظبط دلوقتي لما الاصابه تتفاقم؟ الفيفا مش هيتحمل الراتب، والاتحاد الاهلي هنا هيكون عمل مشكله، لان هنا الاتحاد المصري في هذه القضيه تحديدا يجب ان يفتح تحقيق مع الكابتن حسام البدري، لان هنا الاتحاد المصري هيكون عنده مشكله اداريه مع النادي الاهلي في هذا الشان. وانا هنا بقى بتكلم كاعلامي، دي شغلتي، بقرا لوائح، بقرا قوانين، بشوف الفيفا بيقول ايه، بشوف الكاف بيقول ايه، لان عندي ليك مفاجاه بخصوص الكاف بالمناسبه، يعني بشوف الناس بتقول ايه في هذا الشان. كابتن ربيع ياسين مدير الفن المحترم لما كان عنده مشكله في منتخب الشباب الدنيا اتقلبت وفتح تحقيق معاه. طب دلوقتي الخطا الاداري اللي تم ده في موضوع دم ايمن اشرف مع منتخبنا الوطني وهو مصاب، والفيفا بيقول لك لو اللاعب انضم للمنتخب وهو مصاب والاصابه تفاقمت انا كاتحاد دولي غير ملزم. خدوا بالكم احنا بنتكلم عن عقود لعيبه محترفه، احنا بنتكلم عن احتراف، وانت المفروض يعني لعيب احترفت، الوضع هنا هيبقى ايه؟ هدفع راتب لعيب وهو مصاب في المنتخب واصابته تفاقمت؟ ده هنا الناس هتلومني اصلا ان انا ما طبقتش اللوائح في طريقه التعامل واستدعاء اللاعبين ما بين المنتخب مع الانديه. الجزئيه الثانيه بقى، وبصراحه عايزين نتكلم بقى ايه، نتكلم قانوني شويه ونتكلم بقى ايه بشكل صح عشان الفتره الجايه الناس تبقى عارفه الاعلامي اعلامي والمسؤول مسؤول والاداري اداري والانديه اللي بتشتغل بشكل محترف تبقى عارفه ان هي بتشتغل بشكل محترف. حضرتك لو مستشار اعلامي لاحد الانديه وفي نفس الوقت هذا النادي بيلعب في بطوله الكونفدراليه او في البطولات الافريقيه، وفي نفس الوقت حضرتك عضو مجلس اداره في نادي تاني، هل النادي اللي عينك مستشار اعلامي، انا بسال تساؤل لان انا التساؤل ده طرحته وبساله على مسؤولين كثيرين ولسه الاجابه يعني انا هعرضها الفتره الجايه لان فيها مفاجات، النادي اللي بيلعب في بطوله افريقيه بيقدم اقرار قانوني بيقول ان اي شخص متعين عندي في النادي او موجود بشكل رسمي عندي في النادي لا يعمل في اي نادي اخر، فما بالكم بمستشار اعلامي في نادي وعضو مجلس اداره في نادي اخر في مخالفه واضحه جدا للاقرار القانوني اللي بيقدمه هذا النادي في بطوله الاتحاد الافريقي او بطولات الاتحاد الافريقي، الوضع هنا هيبقى ايه؟
هل حضرتك هنا عضو مجلس اداره في نادي ومش شارع علامه في نادي تاني؟ ما ده مخالفه صارخه لمشاركه نادي في بطوله افريقيه، لان الرخصه رخصه الانديه المحترفه لما بتيجي تقدمها في الاتحاد الافريقي بتوقع اقرار قانوني كنادي ان كل الافراد او كل الاشخاص اللي موجودين عندك ما بيكونوش شغالين في انديه تانيه، حرصا على مبدا مهم جدا، منعا لتضارب المصالح. منعا لتضارب المصالح. فحضرتك لو عضو مجلس اداره في نادي ما ينفعش تبقى مستشار اعلامي في نادي تاني، ولا مستشار فني، ولا منسق اعلامي، ولا اداري. والنادي اللي بيعمل ده بيبقى عمل مخالفه لرائحه التراخيص، مخالفه لمشاركته في بطوله الكونفدراليه او بطولات الاتحاد الافريقي. ده سؤال اتمنى تجاوبنا عليه، يعني اتمنى تجاوبنا عليه. اسال كده، هل يا جماعه انتوا عملتوا اقرار قانوني الناس كلها اللي موجوده في النادي ده ما ينفعش تكون شغاله في نادي تاني ولا لا؟ اتمنى تجاوبنا على السؤال ده، لان اعتقد بقى لازم بقى نفصل الفتره الجايه اللي بيشتغل في الاعلام حاجه وعضو مجلس اداره حاجه واللي بيشتغل اداري ومنسق عليه حاجه تانية. ما تبقاش القصه عندنا اربع خمس حاجات وكلها مخالفات وكلها بالتاكيد لو قريتوا اللوائح هتلاقوا عندكم مشاكل قانونيه كتيره جدا. فبالتالي لما تيجي تتكلم على فكره ضم ايمن اشرف اعرف اللوائح بتقول ايه، واحنا عرضنا اللوائح وعرضنا التصريحات وعرضنا الكلام الرسمي من مراسل المنتخب بالامس في كينيا عن موقف ايمن اشرف. كل الدعم للمنتخب، لكن في النهايه نقطه ومن اول السطر، ولو جهاز المنتخب في هذه الجزئيه بيتعامل بمبدا ان انا اضم لعيب والمفروض هو مصاب، لا لازم اتعامل مع الكل بسواسيه، خاصه انك احد ابناء النادي الاهلي واحد مدربي النادي الاهلي في فتره من الفترات، وكلنا بالتاكيد بندعمك الفتره الجايه، لكن يجب ان يكون هناك وقفه في هذا الامر عشان الفتره الجايه يكون في تعامل بشكل محترف في فكره استدعاء اللاعبين من انديتها لمنتخبنا الوطني. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا كلام عن منتخبنا الوطني واستعداده لمباراه كينيا واخر الاخبار عن مباراه مصر غدا امام المنتخب الكيني. اهلا بحضراتكم من جديد، وتفاصيل مهمه جدا عن تدريب المنتخب والاستعداد لمباراه كينيا غدا. لذلك في هذه اللحظات طبعا برحب بمعالي السفير الاستاذ خالد الابيض سفير مصر في كينيا، بالتاكيد هنطمئن من خلاله على استقبال المنتخب بالامس الاستعداد لمباراه الغد. هل في امكانيه لحضور جمهور ولا لا في ظل ان الكاف كان اعلن عدد معين من الجمهور في عدد من المباريات، لكن مباراه كينيا ومصر كانت من ضمن المباريات اللي هتتلعب بدون جمهور، لكن هطمئن ونشوف الاجتماع الفني وكل التفاصيل المتعلقه بالمنتخب. معالي السفير الاستاذ خالد الابيض اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا محمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اطمن من خلالك بقى على استقبال المنتخب بالامس واخر الترتيبات لمباراه الغد باذن الله. والله الحمد لله المنتخب وصل بالسلامه امبارح في الميعاد 9:09 تقريبا 9 بتوقيت نيروبي، وكان يعني السلطات واخده الاجراءات الخاصه بالتامين، والحمد لله يعني الاجراءات كمان الخروج من المطار مشيت بسلاسه، ووصلوا الفندق بعد كده وعملوا المسحه على طول. والنهارده المفروض اهو في تمرين دلوقتي، انا في تقريبا عند الاستاد وان شاء الله تمرين الساعه 7 على استاد كزراني قبل الماتش بتاع بكره باذن الله. طيب امبارح في استقبال المنتخب كان في عدد من الجماهير في استقبال المنتخب اخر الترتيبات، يعني بالامس الفريق الحمد لله او المنتخب يعني دخل فندق الاقامه، هل في نظام الفقاعه الطبيه؟ ما فيش حد بيقرب خالص من المعسكر. موعد المباراه غدا كمان واخر التفاصيل اللي تمت النهارده اكيد في الاجتماع الفني مع جهاز المنتخب الوطني. طيب هو بالنسبه انا الاجتماع الفني طبعا ما عنديش لسه تفاصيل بخصوصه، انما برضو ارجع لحته السؤال بتاعك بالنسبه للجماهير، هو ما فيش جماهير. تمام. هو هيبقى دعوه محدوده لمسؤولي الاتحاد الكيني واعضاء السفاره مثلا، واعتقد برضه هيبقى في حوالي تقريبا 20 اعلامي فقط مسموح لهم يخشوا. بالنسبه هم في الاوتيل معزولين، في الفرقه والجهاز الفني معزولين في دورين منفصلين تماما. واعتقد ان الظروف كلها مواتيه باذن الله انهم يقدموا مباراه ممتازه بكره ان شاء الله. اهتمام وسائل الاعلام في كينيا معالي السفير، هل في اهتمام بالمباراه خاصه ان كينيا طبعا دي اخر فرصه ليها في فكره التاهل او حظوظها في التاهل لبطوله الامم، هل في اهتمام اعلامي؟ هل في اهتمام جماهيري؟ الجاليه المصريه ايضا هل بتبقى حريصه تكون موجوده مع المنتخب، ولا كان في البدايه في تعليمات ان ما حدش يكون موجود قريب من المعسكر عشان اجراءات كورونا والتفاصيل ديت؟
طبعا هو في اهتمام حضرتك، طبعا في اهتمام اعلامي كبير، اهتمام اعلامي عشان قيمه المنتخب والنجوم اللي فيه، وزي ما حضرتك قلت اهتمام عشان دي اخر فرصه، بس هو اهتمام بشكل ايجابي، يعني ما فيش الاخبار الاعلاميه اللي فيها اثاره خالص، بالعكس هم فرحانين بوجود المنتخب وبنجومه وبيرحبوا بيه بشكل ممتاز. بالنسبه طبعا الجمهور المصري الجاليه هنا، هو طبعا هم يعني طبعا اكيد متضايقين ان هيبقى ما فيش حضور جماهيري، كان كله طبعا نفسهم ان هم يحضروا. تعرف حضرتك لما المنتخب بيروح اي بلد بتبقى مناسبه سعيده، بيبقى يوم سعيد، بتبقى الناس كلها متطلعه، بس بقى للاسف بقى لظروف الجائحه في عدد منهم امبارح راح المطار عشان يرحب بالمنتخب، وان شاء الله ربنا يسهل بقى باذن الله. ان شاء الله على المستوى الرسمي هيكون في حضور بالتاكيد كمان للاتحاد الكيني مع الاتحاد المصري، على راس البعثه المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه. اخر الاتصالات او اخر الترتيبات اللي تمت على المستوى الرسمي كمان ما بين كلا الاتحادين، او على المستوى الرسمي في حضور مسؤولين حتى من الاتحاد الكيني او وزاره الشباب والرياضه في كينيا؟ تمام، هو طبعا احنا في حضور رسمي طبعا زي ما قلت لحضرتك، برضه هو بالنسبه للاجتماع الفني النهارده انا لسه مش عارف تفاصيله، تمام، بس بالتاكيد في حضور. هو من قبل ما المنتخب البعثه تيجي كان وزاره الشباب والرياضه هنا مهتميه جدا بالمنتخب ووصوله، وكان في تعليمات دايما للمسؤولين ان هم يعني يوفروا له كل طلباته والتزموا بيها. الو؟ ايوه يا فندم. طيب اخر سؤال لحضرتك، يعني طبعا عارف ان السفاره المصريه في كل الاستقبال للبعثات الرياضيه بتعمل مجهود جبار، لكن هل الفتره اللي فاتت كان في تواصل، حتى جهاز المنتخب كان بيتواصل معاكم لكل الترتيبات وصول البعثه، يعني كان متفق عليه انه يكون قبل المباراه ب 48 ساعه فقط، درجه الحراره، الجو، الامور دي اكيد كان في تنسيق بيتم خلال الفتره الاخيره قبل المنتخب ما يصل الى كينيا؟ تمام، هو طبعا كان في زميل اداري من المنتخب جه من حوالي اسبوعين، استاذ مينا، تمام، زي مقدمه عشان يشوف الترتيبات، وهو شاف بقى، شاف فنادق الاقامه المرشحه وشاف الملعب، ونظمنا له اجتماع مع المسؤولين في الاتحاد الكيني، وبناء عليه الاتحاد والجهاز الفني قرر الميعاد المناسب لوصول المنتخب. برضه يوم الاحد في زميل اداري وصل برضه، استاذ علي، وبعديه يوم الاثنين طبعا كابتن احمد حجازي وصل من السعوديه، وامبارح المنتخب الحمد لله وصل بالسلامه. الحمد لله. درجة الحرارة والجو حر حاليا في نيروبي ولا الجو يعتبر كويس؟ لا، هو حقيقة الجو في نيروبي جميل طول السنة، فهو درجة الحرارة حاليا مثالية، بنتكلم في خلال اليوم في حدود 27، تمام، الليل مثلا 17، والجو هايل يعني ممتاز، كان في أمطار في الويكند اللي فات بس الحمد لله دلوقتي كويس. معالي السفير الأستاذ خالد الأبيض، أنا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا مجهود كبار للسفارة المصرية في كينيا مع منتخبنا الوطني، وكل السفارات المصرية بصراحة بتبقى قايمة بدور كبير جدا في كل الدول الإفريقية لما بيسافر الأهلي، الزمالك، بيراميدز، منتخبنا الوطني، الإسماعيلي، كل الأندية والمنتخبات في الفترات السابقة. نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا في مباراة الغد. التعادل يعني على اقل تقدير يضمن لك التاهل الى بطوله الامم الافريقيه في الكاميرون ان شاء الله في يناير من العام القادم. طيب الاجتماع الفني النهارده عقد صباح اليوم، المباراة تتلعب بكرة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة، وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء المنتخب القميص الأبيض والشورت الأسود والشراب الأسود، بينما والزي الأصفر كمان لحارس المرمى، بينما منتخب كينيا هيلبس الطقم الأحمر بالكامل وحارس المرمى هيرتدي الزي الأخضر. حضر الاجتماع الكابتن محمد بركات ومعاه مينا سامح إداري الفريق والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وكلنا عارفين طبعا الحمد لله المساحات الطبيه للمنتخب كلها جاءت سلبيه، وحكم المباراه اتغير، هو كان حكم جنوب افريقي فيكتور جوميز، اتغير بقى حكم تاني ساندو هيليس نيتزانكا، هو حكم الساحه من جنوب افريقيا، هيكون موجود مكان فيكتور جوميز عشان فيكتور جوميز اصيب طبعا بفيروس كورونا. الف مليون سلامه عليه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نشوف كمان الجديد بالنسبه للمرحله الجايه، ونشوف اخر تدريبات الاهلي وباقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب زي ما اتكلمنا على منتخبنا الوطني واستعداد لمباراه كينيا في نفس التوقيت وفي نفس المعسكر، في استعداد ولكن في جانب اخر، منتخبنا الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب بيستعد لدوره طوكيو الاولمبيه. قرعه المنتخبات هتتعمل يوم 21 ابريل في مقر الفيفا عبر الفيديو كونفرنس صباح يوم 21 ابريل، ونتمنى يا رب تكون المجموعه هينه وكويسه في ظل ان شاء الله لسه المشوار هيبقى طويل في اولمبياد طوكيو. لكن
في ظل التدريبات والاستعداد. النهاردة كان في مؤتمر صحفي وكان في تدريب، أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي، حضر التدريب وحضر المؤتمر الصحفي عشان نسمع منه آخر التطورات وآخر الجديد. مساء الخير يا مينا. مساء الخير زميلي محمد صبيح، مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني بالفعل انتهى التدريب للمنتخب الوطني الأولمبي هنا في الاستاد الرئيسي باستاد القاهرة الدولي. يعني يمكن كان في تصريحات لكابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي. يعني يمكن في البداية عايز أقول بس إن المعسكر بدأ يوم 20 مارس وينتهي إن شاء الله يوم 29 مارس. ده طبعا يعني لإعداد وتدريبات إن شاء الله لمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو إن شاء الله. يمكن كابتن شوقي غريب في البداية كان بيشكر الإعلام، يعني يمكن كان بيقول إنه من فترات كبيرة جدا ما شافش الإعلام بيساند المنتخب الأولمبي بالشكل ده. يمكن بيقول دي أكتر مرة شاف فيها الإعلام والسوشيال ميديا والناس كلها واقفة ورا المنتخب الأولمبي. وأيضا كان بيشكر اتحاد الكرة على الدعم، وكان بيشكر رؤساء الأندية على يعني يخلوه يعني سماح ليه إن هم يستدعي اللاعبين ويتمرنوا. طبعا عارفين ان فتره صعبه جدا، الانديه بتبدا تاهيل وبيستغلوا الفتره بتاعه التوقف للمنتخب الوطني، ولكن سمحوا للاعبين للمشاركه في تدريبات المنتخب الاولمبي. يمكن كابتن شوقي غريب ضم 35 لاعب في المعسكر. يمكن كان الناس بتسال برضو انه 35 لاعب رقم كبير، كان بيقول انه ده عشان بيجرب وبيدي اتاحه للفرص لجميع اللاعبين واعمار مختلفه. يمكن كان في لاعبين شاهدناها لاول مره في التدريب. وايضا كان بيقول انه هو مركز تركيز كبير جدا في القرعه اللي هتكون يوم 21 ابريل زي ما انت قلت يا محمد الساعه 11 ان شاء الله. كان بيقول ان القائمه النهائيه هتكون بالنسبه له يوم 30/6 هتضم 18 لاعب بينهم ثلاث لاعبين فوق السن، وهو اكد انه خلاص تماما منهم اللاعب محمد صلاح. يبقى كده فاضل لنا اثنين لاعبين فوق السن ينضموا للمنتخب. ايضا كان بيقول ان في اربع لاعبين هيكونوا احتياطي يقدر يضمهم في القائمه لو حصل اي يعني بعد شر اصابات على مدار البطوله. كمان بيقول ان اخر معسكر للمنتخب الاولمبي هيكون يوم 5 يوليو، هيكون في احدى الدول القريبه من دوله اليابان عشان بعدها يقدر يسافر يشارك في الاولمبيات. كمان كان مقرر خوض مباريات حوالي مباراتين الفتره دي، ولكن بسبب ظروف كورونا تم الغاء كل المباريات وهو اكتفى بالتدريبات. يمكن التدريب هنقول شبه معسكر، اللاعبين بيجوا على التدريبات على طول وبعد كده بيرجعوا وبيجوا تاني يوم. تمام. يمكن لو عايز اقول اللاعبين لاعبي النادي الاهلي المشاركين في المنتخب الاولمبي هم مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام صلاح محسن اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر اللي في الاخر اخر المؤتمر الصحفي اعلن كان بيكلمه قالوا انه طاهر محمد طاهر هو كابتن المنتخب الاولمبي في الوقت الحالي. تمام. دي كل الكواليس والاخبار التي تخص منتخبنا منتخب مصر الاولمبي. كل التوفيق ان شاء الله في التدريبات وكل التوفيق في الاولمبياد ويفرحونا ان شاء الله. عاوز ليك مره اخرى في الاستوديو باذن الله. زميل العزيز مينا ماهر مراسل قناه النادي الاهلي في معسكر المنتخب الاولمبي والمؤتمر الصحفي، بشكرك شكرا جزيلا. بدايه موفقه ان شاء الله. كنت اتمنى يكون في المعسكر مباراه وديه على امل ان طبعا استعداد جيد لدوره طوكيو. كان ممكن يكون في مباراه مع جنوب افريقيا، لكن للاسف الاجراءات الاداريه ما سمحتش واجراءات كورونا ما سمحتش ان يكون في مباراه في هذا التوقيت ما بين منتخب مصر وجنوب افريقيا في استعداد لدوره طوكيو. طيب اروح لتويته مهمه جدا طبعا موجوده على السوشيال ميديا ونشرت منذ لحظات قليله، وطبعا من خلال الحساب الرسمي للنادي الاهلي، صوره للكينج محمد منير. الى ابنائي كل اللاعبين، انا استعرضها معاكم على الشاشه، الى ابنائي كل اللاعبين محبتي لكم الى الابد وتسقط العنصريه محمد منير دايما في قلوبنا يا ملك. محمد منير طبعا بيقود حمله وعمل يعني دور رائع جدا في فكره العنصريه وفي فكره التعصب الاعمى اللي البعض بيكون سبب من خلاله. وجه هذه الرساله ومضى على التيشيرت بتاع النادي الاهلي وكتب عليه الى ابنائي كل اللاعبين محبتي لكم الى الابد وتسقط العنصريه. دايما يا كينج كلماتك معبره وجايه في توقيت مناسب، ودايما جمهور الاهلي كده بيبقى سعيد بكل الناس اللي بيبقى ليها دور ايجابي في المجتمع سواء رياضيا او حتى فنيا. ولما بيكون في احد النجوم في الفن ليه دور ايجابي في الوسط الرياضي الكل بيبقى سعيد بهذا الدور، طالما انك بتبقى بتشتغل على نبذ التعصب وضد العنصريه ده شيء رائع جدا. ودايما جمهور النادي الاهلي بيشتغل على فكره ان هو بيشجع النادي الاهلي، فخور بتشجيعه للنادي الاهلي وليس العكس. مفيش نادي بيكون فخور بتشجيعه نادي بتشجيع نجم ليه او لعيب ليه او فنان ليه،
لكن دايما جمهور الاهلي بيبقى سعيد ان هو دايما بيشجع النادي الاهلي. فخورين احنا بنشجع النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي. شكرا طبعا للكينج محمد منير. طيب عايزين كمان نتكلم على تدريبات الاهلي وازاي الاهلي بيستعد للمرحله اللي جايه. امبارح كنا اتكلمنا على غيابات عديده جدا ما يقرب من حوالي 20 لاعب، لدرجه ان في استدعاء لاكثر من 11 12 لاعب من قطاع الناشئين. اروح مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز شريف شعبان، وبالتاكيد حاضر النهارده للمران، ونشوف اخر التطورات بالنسبه للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني بالنسبه للمرحله اللي جايه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني قبل ما اتكلم على التمرين، يمكن من خلفي الان وعلى الهواء مباشره لشاشه قناه النادي الاهلي، الروح والموده الكبيره جدا ما بين الجهاز الفني والعمال، ماتش على الهواء مباشره الان، يمكن فرقه بيقودها مدير الكره الكابتن السيد عبد الحفيظ، والفرقه الاخرى بيقودها الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، ومباراه ضرب نار بلغه الكره حدث ولا حرج على فنيات الكابتن سيد عبد الحفيظ وفنيات الكابتن سامي قمصان. ويمكن منذ قليل الكابتن سيد عبد الحفيظ عدى بشكل مهاري جدا من كيفن جونسون المدير المدرب العام للنادي الاهلي. الروح الطيبه والموده والروح الجميله بين الجهاز الفني والعمال ليه اثر طيب جدا قدام اللعيبه. كمان اللعيبه كانت بتشاهد هذا اللقاء منذ قليل، هي دي روح النادي الاهلي اللي عاوز يدور على انتصارات النادي الاهلي، يشوف الجهاز الاداري بيعمل ايه مع العمال والجهاز الفني بيعمل ايه مع العمال. المحبه والود ما بين الجهاز والعمال واللعيبه طبعا بتساوي بطولات بتساوي انتصارات. الكوتش بيتسو مع اي من الفريقين ولا هو بقى هيد كوتش بتاع هذه المباراه؟ لا، الكوتش بيتسو ما شاركش في هذا اللقاء خالص، على طول خلص التمرين ودخل على اوضه اللبس. طبعا. ولكن باقي الجهاز كله موجود، المحللين الاداء وباقي الجهاز. تمرين اليوم بقى زميلي محمد يمكن بدا في الرابعة عصرا، ومن قبلها كان في يمكن في 13 ناشئ موجودين في الفريق الاول. مستر بيتسو موسيماني حرص يعمل لهم اجتماع مغلق ويتكلم معاهم ان اللي هيلفت نظري في هذه الفتره هيكون موجود معايا في الفترات المقبله، مش هينزل تاني الى قطاع الناشئين. الفرصه قدامكم، الفتوا نظري ليكو، نفذوا اللي هقول لكم عليه في التمرينات. اللي هيلفت نظري واللي هيأدي كويس في التمرينات هيكون موجود معايا موجود في الفترات المقبله، مش هينزل خالص. بدا التمرين وعمل تقسيمه تالق فيها معظم ال 13 لاعب الموجودين، ولكن الملفت للنظر ما شاء الله ما شاء الله طبعا عودة الحاوي وليد سليمان، عمل النهاردة تقسيمة ولا أروع ولا أقوى ما شاء الله عليه، يا رب بإذن الله تكمل على خير. بيعلن جاهزيته لمباراة المريخ السوداني طبعا حسب الرؤية الفنية لمستر بيتسو موسيماني، ولكن النهاردة بيعمل تمرين أو بيعمل تقسيمة قوية جدا 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 جدا. على الجانب الآخر محمود متولي العائد من رباط صليبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيعلن جاهزيته للفترة المقبلة. محمود متولي أصبح الآن جاهز، ولكن بقى موضوع القيد والكلام ده كله، ولكن بتكلم على اصابه طويله جدا. محمود متولي قدر يرجع من اصابه كبيره وبيرجع بسرعه ما شاء الله، وبيشارك النهارده بكل قوه في الالتحامات وفي كل حاجه، واعلن جاهزيته طبيا طبعا للمشاركه في تمرينات الاهلي الفتره المقبله. خليني بقول لك زميلي محمد، كواليس كتير، يمكن بكره هيكون التمرين الساعه 10 الصبح، هيكون في لقاء ودي مع فريق شباب النادي الاهلي اللي بيقوده طبعا المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن عمرو انور. هيكون التمرينات الفترة المقبلة الساعة 10 الصبح لحد يوم 30 مارس. السفر بشكل مبدئي هيكون يوم 31 مارس طبعا على طائرة خاصة. يمكن مدير الكرة الكابتن السيد عبد الحفيظ على اتصال مع السفارة المصرية في السودان، وعلى اتصال ايضا مع مدير الكرة في مع فريق المريخ السوداني. يوم 2/4 في مباراة هتكون على نفس الملعب اللي هتقام عليه اللقاء ما بين طبعا الهلال السوداني وسان داونز. مدير الكرة كابتن سيد اتكلم مع مدير الكرة في المريخ ان ما عندوش مشكلة خالص ان لو ميعاد التمرين الرئيسي يكون قبل هذه المباراة يكون في يوم تاني غير المباراة، في تنسيق كامل ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكرة في المريخ السوداني. الود والمحبة ما بين الفرق طبعا في افريقيا، اسم النادي الاهلي كبير والكل أكيد بيعمل الف حساب لاسم النادي الاهلي، وفي تعاون كبير طبعا مع النادي الاهلي. سلبيه المسحه طبعا الطبيه اللي عملها امبارح النادي الاهلي الحمد تمام. لله السلبيه سلبيه المسحه الطبيه. يمكن دي كواليسنا من المران اللي انتهى منذ قليل. يا رب باذن الله يكون الفتره الجايه كلها خير للنادي الاهلي، يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي. معاك زميلي محمد لو في اي استفسار.
زميلي العزيز شريف شعبان، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وبجد انا عايز اشكرك كمان على النقطه اللي انت اثرتها واتكلمت فيها، لان ده هيبقى مسار حديث الفتره الجايه. انت قفلت الموضوع مبكرا، فكره ماتش المريخ والاهلي وقبلها بيوم مباراه سان داونز والهلال، والتدريب هيبقى الملعب ازاي. انت قلت نقطه مهمه، وفي تنسيق تام بيتم ما بين الكابتن سيد كمدير كره في النادي الاهلي مع المسؤولين في نادي المريخ، وبالتاكيد هيتم الاتفاق على موعد التدريب الرئيسي. لكن كنت اتمنى المباراه تكون الساعه 6، خاصه ان الملعب في اليوم اللي قبلها هيتلعب مباراه الهلال وسان داونز الساعه 6، فكنت اتمنى المباراه يوم السبت تتلعب الساعه 6 بدل ما تكون الساعه 3 العصر. لكن في النهايه كل نادي على ملعبه بيحدد التوقيت اللي يناسبه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الترند. وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن قدر ان كان بنحاول نجري معاكم ونقول لكم كل الفقرات. اخر فقره معايا توقعاتكم بالتاكيد على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم ليه نتيجه مباراه كينيا ومصر، ومين ممكن يسجل الاهداف. مصطفى كرم بيقول يا مساء الخير على اجمل قناه، اتوقع فوز المنتخب مصر 2-0، محمد صلاح وقفشه ان شاء الله. يوسف منصور بيقول 2-0 ان شاء الله، يسجل الاهداف مصطفى محمد ومحمد صلاح، يا مسهل. يوسف احمد بيقول ان شاء الله مصر تفوز 2-0 بهدف قفشه وهدف تريزيجيه، نتمنى ان شاء الله. احمد المغربي بيقول ان شاء الله 2-0 شريف وصلاح هيجيبوا الاجوان. محمود مصطفى السيد هلال بيقول 0-2 لمصر، القضيه ممكن لكن من تريزيجيه. كمان اراء اخرى، طارق موسى بيقول فوز منتخب مصر باربعه اهداف. احمد سعيد بيقول 2-0 لمصر، محمد صلاح ومصطفى محمد. اخر حاجه معايا رياض توفيق بيقول 3-0 ان شاء الله، يعني ان شاء الله لمصر اكيد. عبود محمد بيقول 3-0 صلاح ومحمد شريف ومصطفى محمد. يا رب باذن الله في تفاؤل ما بين كل المشاهدين والمتابعين وكل الجماهير، نقدر نعمل نتيجه ايجابيه، نخلص المشوار بقى بدري قبل الجوله الاخيره، مش عايزين يكون في مفاجآت، وان شاء الله منتخب مصر قادر على التاهل لكاس الامم الافريقيه. كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق للاعبي منتخبنا الوطني بقياده صلاح وتريزيجيه والنني والشناوي، وكل ان شاء الله باذن الله يعمل مباراه كبيره غدا الساعه 6 بتوقيت القاهره. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.